السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في برنامج هنا البحرين من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. جمعية وطن البحرين تستضيف الدكتور ضياء توفيقي في محاضرة مهارات وأساسيات العمل التطوعية. مطار البحرين الدولي يعلن عن الانتهاء من أعمال صيانة مدرج المطار حفاظا على كفاءة مهبط الطائرات ونظم الإنارة الأرضية في المدرج. والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تعلن عن برنامج مخيم النجوم في نسخته 23. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استضافت جمعية وطن البحرين الدكتور ضياء توفيقي أحد رواد العمل التطوعي في مملكة البحرين لتقديم محاضرته عن مهارات وأساسيات العمل التطوعي، حيث نقل المحاضر خبرته التطوعية التي امتدت لسنوات طويلة بأسلوب علمي لنشر ثقافة العمل التطوعي، وتطرق إلى تاريخ العمل التطوعي عالميا منذ نشأته وتطوره، كما تحدث عن الأبعاد والركائز الأساسية للعمل التطوعي كالأهداف والفوائد والمبادئ والمهارات المطلوبة، بالإضافة إلى أنواع العمل التطوعي ومجالات العمل ومسؤوليات وحقوق وواجبات المتطوع. وبعد المحاضرة نقل الدكتور بل تفضل الدكتور ضياء توفيقي بإهداء كتابه مهارات وأساسيات العمل التطوعي على الحضور والتوقيع عليها. أعلنت شركة مطار البحرين عن الانتهاء من أعمال صيانة مدرج مطار البحرين الدولية والتي تجرى مرتين سنويا حفاظا على كفاءة مهبط الطائرات ونظم الإنارة الأرضية في المدرج، بما يضمن استمرار سير عملية المطار بسلاسة وأمان. وفي هذا الصدد أوضح السيد عبد الله جناحي الرئيس التنفيذي للتطوير والشؤون التقنية بشركة مطار البحرين أن المدارج والممرات تتعرض لقدر كبير من البلا والتأكل أثناء العمليات اليومية المعتادة، لذا فإن صيانة هذه الأسطح دون إعاقة أنشطة الطيران المعتادة يعتبر جزءا أساسيا من مسؤولية أي مشغل مطار، مشيرا إلى فرق صيانة ساحة المطار والجانب الأرضي وصيانة البنى التحتية والمباني بشركة قد خططت لهذه الأعمال والمهام ونفذتها بمنتهى الدقة والكفاءة أثناء فترات بالإغلاق كامل المدرج، وباستخدام جميع الموارد المتاحة مع التقيد التام بالجدول الزمني المحدد، مؤكدا أن السلامة تأتي دائما في صدارة أولويات شركة مطار البحرين. أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالتعاون مع شركة الفضاء المداري عن تنظيم برنامج مخيم النجوم في نسخته 23 من قبل ماب إدوكيشن لتعزيز النهج البديلة في تعليم مبادئ أساسيات وتوفير ستيم بيئة تعليمية فريدة للطلبة من خلال التدريب العملي الملهم والأنشطة التي تحفز الجوانب العقلية والمهارية لدى الطلبة. وحول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور بسام الفيلي من دولة الكويت الشقيقة مؤسس شركة المدار الفضائي. مساء الخير دكتور، بداية ما هي فكرة وأهداف برنامج مخيم النجوم؟ فكرة مخيم النجوم هي طبعا تشجيع الشباب والشابات على الدخول في مجال الفضاء والمساهمة في بناء قدراتهم من الصغر ليكونون نجوم ساطعة في المستقبل لقيادة قطاع الفضاء في مملكة البحرين وأيضا دول الخليج. وأهداف المخيم هي إتاحة الفرصة للشباب والشابات المهتمين في مجال الفضاء للتعرف عن قرب عن هذا المجال من خلال زيارات لمراكز الفضاء التابعة لناسا. طيب، ما هي الفئات العمرية التي ستشارك في برنامج مخيم النجوم؟ حددنا الفئة العمرية بين 15 إلى 18 سنة، طبعا من بنين وبنات.
طيب دكتور، ما هي البرامج والأنشطة التي سيتضمنها البرنامج؟ رحلة المخيم راح تبدي من دبي، وهي طبعا المدينة الخليجية التي تحتضن برنامج رواد الفضاء الإماراتي، وكذلك تصميم وبناء الأقمار الصناعية والمهمات الفضائية مثل مهمة كوكب المريخ ومهمة القمر. بعدها راح ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لزيارة عدد من المراكز الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. راح نزور مركز إطلاق الصواريخ الفضائية في فلوريدا، نعم، وهو نفس المكان الذي تم فيه إطلاق أول قمر صناعي بحريني كويتي ضوء واحد قبل 4 شهور تقريبا. وكذلك راح نزور مركز تدريب رواد الفضاء والتحكم في محطة الفضاء الدولية في تكساس. وتتخلل طبعا هذه الزيارات العديد من الأنشطة والفعاليات، مثل تدريب رواد الفضاء، العمل على محاكاة لمهمة فضائية، نعم، استخدام الروبوتات والبرمجة، وكذلك تصميم وإطلاق نماذج لصواريخ فضائية، وكذلك أنشطة تعليمية وثقافية التي تهدف إلى تطوير مهارات التعاون والعمل كفريق واحد ومهارات القيادة وزيادة الوعي بالقضايا التي من شأنها حماية والحفاظ على كوكب الأرض. نعم دكتور بسام الفيلي، مؤسس شركة المدار الفضائي، كنت معنا من دولة الكويت الشقيقة، شكرا لك. أكد سعادة السيد أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وأشار في كلمته أمام اللقاء التضامني مع الشعب الفلسطيني الذي نظمته سفارة دولة فلسطين الشقيقة في المنامة وبحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى المملكة إلى دعم مملكة البحرين لمساعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتعزيز مكانتها القانونية والدولية. هذا وأكد سعادة السيد أحمد محمد الطريفي على تمسك مملكة البحرين بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. أسرة الأدباء والكتاب تعلن عن إطلاق البرنامج الثقافي للأسرة ضمن مجموعة من الفعاليات الأسبوعية. عقد صندوق العمل تمكين تعاونا جديدا مع معهد سانسا تدريبي من أجل توفير برنامج تدريبي متخصص في مجال الأمن السبراني، وذلك لتدريب مئات البحرينيين، بحيث يبدأ البرنامج بتخريج 200 بحريني في العامين القادمين. تأتي هذه المبادرة التي تعكس احتياجات السوق الحالية والداعية إلى تزويد الكوادر البحرينية بفرص تدريبية تخصصية ذات جودة عالية في المجال التكنولوجي والأمن السبراني. هذا يسعى معهد سانس إلى تزويد المختصين في الأمن السبراني بالمهارات العملية والمعرفة اللازمة التي تعمل على توفير بيئة آمنة عالميا. هذا وسيتمكن كل من الأفراد والمؤسسات المهتمين بالمشاركة في برامج سانس التدريبية من التقديم مباشرة عبر برامج دعم التمكين المتمثلة في برنامج تدريب الأفراد وبرنامج التدريب والتوظيف. أعلن الدكتور راشد نجم رئيس مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتاب عن انطلاق البرنامج الثقافي للأسرة، موضحا أن البرنامج يضم مجموعة من الفعاليات والاستضافات الهادفة إلى تنمية الروح الإبداعية والتفكير النقدي الأدبي والثقافي في مملكة البحرين، وذلك من خلال التفاعل مع النص العربي والعالمي، مضيفا أن الاهتمام بالتراث الأدبي والفكري في البرنامج الثقافي يأتي من صميم أهداف الأسرة الساعية إلى تحقيق ذلك عن طريق تنظيم الأمسيات والندوات والمحاضرات الأدبية والثقافية والتواصل مع الأدباء والمؤسسات الثقافية.
بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق 18 من مايو من كل عام. تنظم هيئة البحرين للثقافة والأثار مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية يومي 18 والعشرين من شهر مايو 2022 بمتحف البحرين الوطني بعنوان قوة المتاحف. ويتضمن برنامج الاحتفالية بمتحف البحرين الوطني على مدى اليومين فعاليات ثقافية وورش عمل مجانية تتمثل في صناعة فخار دلمون تعليم طريقة الكتابة المسمارية. هذا وأشارت الهيئة إلى أن اليوم العالمي للمتاحف يأتي بهدف التأكيد على أهمية المتاحف باعتبارها الذاكرة الحية للشعوب، إلى جانب التنويه بدورها في إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع العامة. وللطقس في محافظات مملكة البحرين. نهاية البرنامج مزيد من الأخبار يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق VHTV أند راديو. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.